التقوى خلف هذا الباب تحصنت أرواح شريرة مثل روح الكراهية. اسمعوني، الكراهية روح شريرة، الغضب روح شريرة، المرارة روح شريرة، عدم الغفران روح شريرة، الشك روح شريرة، التوحد روح شريرة، الخوف روح شريرة. لازم تخلي قدامك هاي الأفكار. أنا مؤمن. طب ليه 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 عم بتهاجمني كل هذه كل هذه الأمور؟ اسأل نفسك هذا السؤال: كيف أكون شخص ممتلئ بالروح القدس وخادم مثلا ومرنم أو قائد تسبيح أو 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 مثلا أكون راعي كنيسة، وفي نفس الوقت توجد بحياتي سلوكيات ومخاوف وجروح ومشاعر رفض ما زلت أعاني منها إلى الآن؟ هل ممكن تكون هذه أرواح شريرة عم تدخل في قلبي؟ هل بالرغم من كونك تصلي كثير وتحاول ربط الشياطين كل يوم وتحاول أن تغلق هذه الأبواب وتبذل جهد كبير بسبب خوفك من عدم قبول الآخرين إليك؟ أعرف خدام كثير يقول لي: أنا خايف أوعظ للناس ترفض رسالتي، أنا خايف أقود تسبيح ليه؟ للناس ترفضني، أنا خايف أتزوج لبعدين أفشل وأعيش في حالة من الرفض، أنا خايف. والخوف مالي قلبك، الخوف اللي مالي قلبك هذا معناه أنه في شيء في قلبك ما زال مربوط، ما زال مكسور، وانت بتستنزف يوم بعد يوم الى يجي اليوم اللي فيه تقول باي باي انا مش راح اقدر اكمل. ليه؟ لانه ابواب الخوف والرفض مفتوحة في حياتك، لذلك تحاول تظهر امام الناس بمظهر مختلف حتى تقبل، مش حتى انت تعيش بفرح وسلام داخلي انه الرب غير منك. تحاول تجمل نفسك، تظهر بجمال معين حتى الناس تقبلك ما ترفضك، حتى الناس تقول اه فلان قديس. بسمع كلمة قديسين كثير على الفيسبوك، واحد يقول الثاني قديس قديس، ولما أصلي مع هذا القديس ألاقيه مليان بأرواح شريرة. لازم ننتبه على هاي الأشكال، على هاي الأشياء عفوا. كل مشاعر رفض، كل مشاعر خوف، كل مشاعر ربطك فيها العدو راح تأثر على سلوكياتك وتحولك من شخص مسالم، من شخص الناس تشوفك في الكنيسة قديس، لكن لما تكون لوحدك أو تكون في بيتك الناس راح تشوف فيك شخصية عدائية، شخصية غضوبة، شخصية تطلع كلمات سلبية، شخصية تجرح الآخرين. أنت بتعيش في موقفين مختلفين، موقف أمام الناس تظهر فيه قداستك، وموقف ثاني في بيتك أو في حياتك الشخصية مليان بالغضب، مليان بالألم، مليان بألم، مشاعر مجروحة، بعواطف مجروحة، بكل شيء أنت بتعاني منه من داخلك. إذا أنت عندك جزئية من حياتك ما زالت هذه الجزئية ما تعامل معها الروح القدس. مش راح أقول مزيف، لكن راح أقول أنه غفرانك هو غفران مزيف، وليس إيمانك هو إيمان مزيف.